الأحزاب الأخرى، وفي جولة للالتقاء بباقي الأحزاب طلب إنه إن إحنا نلتقي، فحددنا يوم السبت. إحنا طبعا لسه يا دوبك احنا صحيح بنتكلم على 4 ايام بالظبط، 5 ايام، انا مش فاكره، لان انا واخدينك على مشامي الحرام، مش واخديني على مشامي، مش حاسه بالايام. فنعم هنلتقي ونستمع لرؤيته الكتله الشبابيه اللي عند حضرتك اقرب لدعم حمدين. الكتله الشبابيه الحقيقه لحد دلوقتي ما عبروش عن رغبتهم في اي فرد من الناس، وبالتالي احنا برضو موقفنا هيظل ان احنا هنقرا وهندرس الموقف، لانه مش كل الناس اترشحت لحد دلوقتي، والمشهد صحيح. لسه مش واضح. مزبوط. وغامض ولازم كلنا نتعلم ان احنا ندقق، مش ده اللي كنا بنتكلم فيه في الاول، صحيح. ان احنا ندقق في المشهد ونحسم موقفنا على هذا الاساس. عشان كده النهارده كنت حريصه ان انا اقول في المقدمه ان تصريحات حضرتك فهمت منها ذلك، وربما لا تقصدين هذا الامر او هذا التوجه مبكرا، يعني ده اللي انا كنت حريصه عليه في الحوار. لكن تصريحات حمدين صباحي الاخيره اللي بدا فيها موقفه معتدل ومتعاطف مع الدكتور البرادعي، البعض بيرى انها محاوله لمغازله ابناء البرادعي في حزب الدستور. عايزاني ارد ازاي؟ يعني انا عارفه السؤال ده يعني انا حمدي يعني ما اعرفش، علشان يعني كده اتفهم يعني فهم من تصريحاته ان ربما بهذه التصريحات او بهذه المواقف ممكن الرجل يعبر عن مواقف ونوايا صادقه، مش عايزه اتدخل في نوايا الناس، لكن هل ده كان له مردود على الشباب عند حضرتك في الحزب؟ لا، ما اعتقدش انه ليه مردود بعد، يعني تمام. اعتقد انه الشباب، يعني انا ده شعوري على الاقل، انا شعوري انه الشباب او يعني اغلبيه شباب في حزب الدستور تعلم الكثير في السنوات اللي فاتت، وبالتالي بقوا حذرين جدا وهم بيكونوا وجهه نظر. ما بيوقعوش على بياض لحد. ما بيوقعوش لبياض على حد نهائي. تمام. وانا مش متوقعه لي على بياض كمان لعلمك، يعني شفتي كاني قاعده معاكي في الدستور عارفه وما بيعرفش. ايوه بالظبط. فيعني اي قرار بيتاخد بتأني، وهم اعتقد احد النقاط اللي يعني بيثقوا في اني هبقى يعني امينه ليها، ان انا ما فيش قرار هيتاخد بدون ما ندرسه كويس، وبدون ايضا مشاركه الفعاله لكل كوادر الحزب فيه. طيب، عدد من مواقف حزب الدستور وبعض قياداته في الفتره الاخيره